بس يعني ايه يبني مسبح عشان اصلها وراها عادة من حاجة التسبيح والعبادة الله ومش شرط بيترنوا وخلاص يلا نروح عليها الوعظ فطر حي من الوعظ خالص التسبيح والعبادة الحنين بتعمل حالة فوق بتعمل حالة اجواء بلد السماء عارفين حد معلش يا اسف خلاص يعني انتوا معايا حد زي كبير مثلا ده اسف معلش ده كبير ولا هو الصوت
ذكر عليا واحد وانا ماشي في الشغل بتاعي في الصيدليه، فعنده بيت بيقول لي انا بقى البيت بحوالي ما يقرب المليون حاجه زي كده، انا رقم ما بشوفهاش يعني. فالمهم بيقول لي انا بقى مش عارف انا اللي بيقول البيت نظيف والحياه نظيفه والكل كله نظيف نظيف، بس مش عارف انا ايه هو جاي من سيف طبعا. انا جوايا عايز اقول لك كنت هتروح مع عمر ما كانت في البيت ولا بفلوس، في ناس خلال بص طبعا في ما يبقاش بيتهم ربع جنيه او جنيه مش هتباع دلوقتي، لكن لو عندهم فرح فيفضل فيه بيت ومدينه في فلوس رسول جابي كفقراء ما عندناش حاجه، لكن جوايا حاجه تعمل ايه؟ تخدع العالم كله فرح لو هو يقول على الاخيره بعد كده سيب البيت. فيكم كل اولاد ابتدائي اولاد بنات ابتدائي يطلعوا مدارس احد فوق، يجيبوا مفاجات فوق وفي حاجات حلوه فوق ومعاهم القسيس نادر زكريا متخصص اطفال، فهيبقى فيهم حلو قوي كل ابتدائي.